صباح الخير. غسيل قلوب أم تصفية حسابات بلقاء القصر اليوم؟ وعلى وقع الخلافات بالقضايا الداخلية والموقف الموحد من التهديدات الإسرائيلية، بينعقد اجتماع الرؤساء الثلاثة ببعبدأ، والجميع بانتظار الدخان الرمادي، فلا أبيض ولا أسود. بالمقابل، الشارع اللبناني الخارج من ضغط الإطارات المشتعلة الأسبوع الماضي بيحجز موعد تاني مع إضراب الأساتذة اليوم، ليبقى هالملف معرقل مع تعنت المدارس من جهة والأساتذة من جهة تانية. وحدة الانتخابات النيابية سلكت طريقة رغم المطبات باتجاه الموعد بستة أيار مع بدء تلقي الترشيحات وانطلاق الحملات الانتخابية للقوى السياسية. بتقديرنا الأول لليوم، نبتعد عن السياسة ومنقرب صوب ملف بهم جيل الشباب. فمع غياب المساحات الخضراء بالعاصمة وارتفاع الباتون، ما بقى أمام الشباب اللبناني إلا الملاعب العامة بأحياء العاصمة لممارسة رياضتهم المفضلة، من قصقص إلى سوق الأحد، مرورا بالطريق الجديدة. انتشرت الملاعب العامة. شو واقع هالملاعب وأهميتها؟ بتقرير خاص لزميلنا خالد أبو شقرة. بعيدا عن ضجيج المدينة وزحمتها الخانقة، تمتد على أطراف حرج بيروت مجموعة من الملاعب الرياضية العامة، ملاعب بمختلف الأحجام والأشكال أصبحت المتنفس شبه الوحيد لأبناء المدينة، بيصدوها من مختلف الأعمار لممارسة هواياتهم المفضلة. وإذا كانت كل الرياضات متوفرة من مشي، كرة سلة، تنس وغيرها، تبقى كرة القدم الرياضة المفضلة عند الأغلبية. إنه هذه المنطقة الوحيدة اللي بعدها ببيروت فيها ملاعب وعم تحوي أكاديميات وولاد وعائلات وأهالي بيروت تيجي بتتنفس فيها هون بأنه تمارس الرياضة. هول الملاعب أهميتهم كتير كبيرة، خصوصا أنه ما عم ندفع لنفوت، وفي كتير محلات يعني بدك تدفع لتفوت ومضطرين نلاقي حجز والوقت. هون لا، بتلاقي كل العالم موجودين من مختلف الطوائف، مختلف الأديان، حتى مختلف المناطق. أحسن من غير ملاعب الصراحة، لأن في غير ملاعب بدفعوك فوق لتحتك لتفوت، هون أنه بيخلوك على راحتك، الفقير والغني بيقدر يفوت ويلعب قد ما بده. بنجي مرة بالجمعة بنضيع وقت، يعني بنبعد عن الحياة اليومية هيك. في هون كمان الحرج كتير حلو وكله شجر، ومرات بنيجي بنمشي الصبح ما في ولا صوت وكتير آمن وهيك. أولا الصنوبر هون وريحة الشجر ومنطقة برد منيح وممتازة. الدور الكبير لهالملاعب ببناء الصحة الجسدية والنفسية للشباب عم يترافق مع المطالبة بتنويعها وزيادة عددها والاهتمام أكثر بصيانتها والمحافظة عليها لتضل ملجأ للشباب ومكان للانصهار الوطني بروح رياضية عالية. المحافظة على هالمساحة لأنه هي الشغل الوحيد البقيان ببيروت، المتنفس الوحيد البقيان ببيروت. بنتمنى من البلدية، بنتمنى من رئيس الحكومة، بنتمنى من رئيس الجمهورية أنه لا بالعكس زيدوا المساحات الفاضية وخلوا هالناس وهالجماعة والشباب والبنات انه يجوا على القليل يقعدوا تحت يلاقوا شجرة، منفس منيح، هواء نظيف، وهذا اللي بينقص بيروت صراحة. مش متوفرة بكل المحلات، بكل المطاريح، الملاعب، بس في ملاعب مثل هيدي الملاعب وملاعب غيرها، ملاعب على سوق الأحد، ولا ملاعب استفاد منها كتير عالم، استفادت منها كتير فرق تمرنت عليها وطلع منه مزبوط 100% لعيبة محترفين. فمشان هيك نحن منشجع هيدي الملاعب ومنطلب انه ينعمل بعد هيك ملاعب خصوصا بالمحلات اللي ما فيها ملاعب. فعم نيجي نلعب ونتسلى بس ما بيهتموا بالملاعب. لا انا مثلا كلهم مخزع هونيك. انا بشجع انه البلديات مش بس ببيروت، حتى بالمناطق الثانيه، حتى احنا عندنا كثير مناطق خضراء ومناطق زراعيه او مناطق جبليه ما بنستغلها بهيك ملاعب. زيادة أعداد الملاعب العامة وتجهيزها هي واحدة من مشاريع بلدية بيروت المستقبلية اللي عم تعمل عليها مع جمعية جيم الدنماركية، إلا أنه ندرة الأراضي والإجراءات البيروقراطية عم تكون المؤخر الوحيد لإبصار النور.
منتابع حلقتنا ومننتقل لقصر سرسق لنتابع وقائع إطلاق الحملة الوطنية للرضاعة الطبيعية. شارك بهالحملة عدد كبير من الجمعيات الإنسانية والصحية تحت رعاية وزارة الصحة اللبنانية واليونيسف. تقرير بالإضواء. من الأول شجعت على الرضاعة وساعدتها. مهمتي كطبيب أما الالتماس الجسدي ورضاعة دغري بعد الولادة. أكيد اهتميت فيها كتير وطمنتها أنها قادرة تردع وأنا حدا. كنت مرددة بالأول أني رضع بس بضامن إلي مهمتي صارت تجربة مميزة. لأنه تأسيس مجتمع سليم بيعتمد على خلق جو صحي للطفل منذ الولادة، ولأنه معادلة الطفل الأم والدولة بينتج عنا تخفيف عبء الكلفة على العلاج وتحسين إنتاجية المجتمع بأكمله. إذا دعمنا الرضاعة الطبيعية الحصرية فلابد من الحملة الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية برعاية وزارة الصحة. مهمتنا كلنا، يعني مهمتي أنا ومهمتك أنت ومهمة كل شخص وكل فرد، أنه يشجع الرضاعة وأنه يوقف حد الأم لحتى يشجعها أنه تردع وأنه يقول أنه هيدا الشيء طبيعي وأنه مش الطبيعي هو القنينة أو الفورمولا. كمان عم نحكي مع الرجال اليوم بهالمناسبة أنه هني عندهم المسؤولية يدعموا النساء إن كان إذا كانوا أرباب عمل يعطون مجال أكثر يخلقوا مساحات معينة خاصة لهالموضوع هيدا أو وقت معين إضافي، ويكونوا حتى الرجال بالبيوت كمان داعمين نسائهم بهالموضوع هيدا لحتى اثنيناتهم سوا يتشاركوا ببناء جيل صلب وما عنده مشاكل صحية. جارة العادة هالحملة بتترافق مع إعلانات ودعم وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي أكبر برهان لأهمية الرضاعة بعد ما أكدت الإحصاءات أنه بلبنان نسبة الرضاعة ما بتتعدى 14% حيث بيعتبر الأكثرية موضة قديمة. إن نحن نشتغل من المجتمع المحلي لننشر التوعية ونصحح المفاهيم الخاطئة حول الرضاعة، ونشتغل مع العاملين الصحيين لحتى أكثر يسهلوا مهمة الرضاعة، وبالتالي نشتغل على صحيح الوطني على السياسات. وفي قانون بلبنان يلي هو 47/2008، هذا القانون بيمنع توزيع البدائل الحليب بقلب المستشفيات وبيمنع التسويق كمان لها. وزارة الصحة كمان عم تشتغل على الحد من هول المخالفات إذا بدنا نقول، وأي أو سي سي مع وزارة الصحة ويونيسف والشركاء يلي عم يشتغلوا على الأرض عم نشتغل على بيبي فرندلي هوسبيتال انيشيتيف بلبنان يلي هو إذا بدي كيف فيها المستشفى تصير صديقة للطفل.